هؤلاء الذين يسيئون إلى الإسلام. طيب القرآن دائما ربما يلي عم يتابع، أنا ما بدي أعمل له دعاية، لو عملت له دعاية ما في خير نهائيا، لا لا جدوى من عملي. حاطين القرآن وعم ينزلوا بها القرآن، نعم استخفاف واستهزاء وما. لكن إذا دعوا إلى النقاش فروا فرار الجرذان أبدا، وأنا ممن دعوته. لكن هل يمكن أن يصلوا إلى ما يتطاول من كتاب الله؟ من ذا الذي يستطيع أن يتطاول على هذا الكلام؟ كلام الله عز وجل. حاول كثيرون، نعم، فانتهوا إلى ذل ودمار وهلاك، وبقي كتاب الله سبحانه وتعالى، نعم، يتلألأ حقه في الآفاق كلها، نعم. لذلك فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، هذا تهديد. اتركوه، أنا شغلي شغلي مو شغلكم، حتى يأتي الله بأمره. يأتي الله بأمره، نعم. والباري سبحانه وتعالى قضى أن لا يشرك أحدا في ميقات هذا الأمر، هي سنة من سنة رب العالمين، قضى أن لا يشرك أحدا في ميقات إلا في حالات خاصة استثنائية، مثل سيدنا لوط لما جاءه رسل وقالوا له إنه البلاء الذي سيحيط بقومه قبيل الفجر، هذا شيء حدد الباري عز وجل، لكن ما عدا ذلك ما في. فالباري سبحانه وتعالى ليس يعني ناسيا ولا مهملا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، يوم القيامة، بس مو دائما يوم القيامة في دار الدنيا، هذا مراد قوله تعالى حتى يأتي الله بأمره، مراد به دار الدنيا. والباري سبحانه وتعالى نعم أهلك كثيرا من المستكبرين في ظروف مرت، وأهلك من بعدهم كثيرا من المستكبرين، وسيهلك أمثالهم في ظروف وأيام دائمة آتية، نعم، قابلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، نعم.